بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أخوتي أخواتي في قناتكم، قناة زراعة تكاثر النباتات. الكثير يتحدث عن الأسمدة التي يمكن أن نسمد بها النبات على أن لا تؤثر على النبات، خصوصا في فترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة. فالمواد الكيميائية غالبا ما يحرق النبات، وكثير منا يجهل الكميات المناسبة لكل نبات، فهنا لابد أن نجد البديل النافع 100% ومنشط وقوي للنبات، إنه سماد الخميرة، فهو صالح لجميع النباتات، منع نباتات الزينة والأشجار المثمرة وغيرها. نأخذ مقدار من الخميرة الفورية أو الخميرة الاعتيادية التي على شكل عجين، ونقوم بخلطها بالماء إلى أن تتحلل. فالخميرة هي عبارة عن نباتات حية مجهرية، وعندما تخلط بالسكر سيساعدها على الاختمار بسرعة، فهي غنية بالمعادن والفيتامينات، وخصوصا فيتامين دي وهو مصدر للأحماض الأمينية. فمن خلال التجارب التي أثبتت أن الخميرة سماد فعال للنبات في جميع المراحل نموها، فهو يزيد من نمو النباتات والمجموع الخضري ويعطي الأوراق لون زاهي، كما يساعد النبات على التزهير بكثافة، ويساعد على زيادة حجم الثمار. والآن سوف نقوم بأخذ قنينة من الماء الدافئ، سنضع لتر من الماء. بعد أن نضع لتر من الماء سنقوم بأخذ ملعقتين من الخميرة ونقوم برجه بهذا الشكل، بعدها سنأخذ نفس القدر من السكر سنغلق قنينة ونقوم بالرج. بعد أن تفاعل سنقوم بفتح القنينة. والملاحظة المهمة أن نقوم بفتح القنينة خشية من انفجار الزجاجة، ونأخذها ونضعها في مكان ظل ودافئ لمدة 4 ساعات إلى 6 ساعات لكي يختمر المحلول. بعد أن اختمر المحلول بهذا الشكل سنقوم بأخذ المرشة ونضعه في المرشة، وسنقوم برش النباتات بهذه الصورة
ونحاول أن نرش جميع الأوراق. فهو صالح للنباتات الزينة وجميع النباتات والأشجار المثمرة. يجب بعد الانتهاء من هذه العملية الانتظار لمدة ساعة أو أكثر بقليل، وبعدها نقوم بغسل برش النبات بالماء نظيف لكي لا تتجمع عليه الحشرات، لأن يوجد به نسبة من السكر. ثانيا، يجب استعمال مادة الخميرة لمرة واحدة وعدم تركها لأيام، لأنها ستفسد وتؤذي النبات. والملاحظة المهمة، عدم غلق الزجاجة لكي لا تنفجر خلال فترة التخمير. أي سؤال أو استفسار اكتبوا لنا في التعليقات وسنجيب بإذن الله. وشكرا.